علاقة دينا الشربيني بوالدتها مرت بعدة مراحل. رفضت دخولها مجال الفن في البداية، هددتها بمغادرة المنزل إذا اتجهت لهذا المجال. بعد تقديمها عدة أعمال فنية غيرت رأيها وأصبحت تدعمها. كانت تجمع صديقاتها لمتابعة أعمالها الدرامية، آمنت بموهبتها وأصبحت تشيد بأدائها. ومؤخراً أصبحت تفتخر بنجاحات دينا الفنية. السيدة ليلى والدة دينا لم تظهر معها كثيراً، لكنها كانت أكبر داعم لها خاصة وقت الأزمات. رحيل والدة دينا المفاجئ أزمة جديدة في حياتها. برحيلها فقدت والديها في أقل من 6 أشهر. هل تتوقع أن دينا الشربيني ستتأثر بهذه الأزمة؟